بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم وفقنا وفقهنا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه، فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأعنا فيما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك فيما أقمتنا فيه بما أقمتنا فيه، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. نكمل بإذن الله قراءة كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، وكتاب التقريب للقاضي أبي شجاع، والشرح لابن قاسم الغزي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين أمين في فقه السادة الشافعية. فصل والاستنجاء. فصل في الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة. الاستنجاء يعني المقصود به جاية من النجاة، يعني التخلص من الشيء، لأن الاستنجاء بتتخلص فيه من إيه؟ مما علق بالمخارج من البول والغائط. وبرضه جاي من نجوت الشيء، أي قطعته، علشان كده بيقول الاستنجاء وهو من نجوت الشيء أي قطعته، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه. وبرضه تقول نجوت الشجرة يعني قطعتها. أحيانا يطلق الاستنجاء، وأحيانا يقال الاستطابة، في بعض كتب الفقه يسموه الاستطابة، وهو طلب الطيب يعني برضه، فكأن قاضي الحاجة يطلب طيب نفسه بخروج الأذى منه، فيبقى الاستنجاء أو الاستطابة بمعنى واحد، ويشمل استعمال الأحجار والماء. أما الاستجمار فيطلق ويستعمل فيه الحجارة فقط دون الماء. يبقى عندنا ثلاث مسميات: اسمان يطلق ويقصد بها استعمال الماء والحجارة وهو الاستطابة والاستنجاء، وفي اسم ثاني يطلق ويراد به استعمال الحجارة فقط ويسمى الاستجمار، وهو من مقدمات الوضوء. من مقدمات الوضوء إن الإنسان يستنجي من الخارج ويطهر المحل، ثم بعد ذلك يتوضأ، فله علاقة بالوضوء، عشان كده وجابه بعد الوضوء، وأحيانا يجيبوه قبل الوضوء، في بعض المؤلفات يحبوا يجيبوه قبل الوضوء، وبعض المؤلفات يحبوا يجيبوه بعد الوضوء، لكن هو له علاقة بالوضوء على أي حال. يقول والاستنجاء وهو من نجوت الشيء أي قطعته، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه. واجب، حكمه واجب، يبقى الاستنجاء حكمه واجب في حق غير الأنبياء كما قل، يبقى الاستنجاء واجب في حق غير الأنبياء، أما الأنبياء ففي حقهم مستحب، وإذا كان له وجه الوجوب فمن باب البلاغ، لأن الخارج من الأنبياء ليس بنجس بإجماع الأمة إلا بعض الجهلة، وهم لا يؤثرون في الإجماع. قد يكره الاستنجاء أحيانا،
احنا قايلين ان اصل حكمه واجب لكن يكره من الريح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من استنجى من ريح. يبقى قد يكره ان كان من ريح. ليه؟ لانه فيه تشديد على النفس. وقد يحرم الاستنجاء اذا استعمل الانسان محترم او مطعوم الجن. يعني استنجى مثلا بقطعه خبز جافه، ده حرام لان ده محترم، او بعظم لان العظم ده طعام للجن، او بروثه يعني براز متجمد من براز الحيوانات. يبقى هذه الصورة الاستنجاء فيها حرام، والحرمة وقعت من الآلة التي استنجى بها وليس من أصل الفعل. وقد يباح الاستنجاء، يعني الإنسان أحيانا يعرق ويحب أنه هو يشتف هذا المحل، فيبقى ده مباح. يبقى يباح الاستنجاء من عرق، يعني الإنسان أحيانا يقعد في جو حر ويقعد مدة طويلة ما دخلش شطف المحل مع احتكاك الإليتين، يبقى متضايق من العرق فيحب يخش يشطف نفسه قبل ما يتوضأ، يقوم ينقي المحل. هذا الفعل مباح لأنه لو ما عملش كده ده عرق، واخد بالك؟ ليس فيه شيء. يعني معنى كده أن الاستنجاء ممكن يعني يدور في الأحكام الخمسة: واجب أحيانا، مكروه أحيانا، مستحب احيانا، ومباح احيانا. ما احنا قلنا قد يحرم باستعمال المحترم، يحرم طبعا. لا ده يكره من الريح. يحرم باستعمال المحترم القالع للنجاسة كقطعة خبز جافة او الروثة لانها صارت محترمة لطعام الجن، وكذلك وانها ونجس عند الشافعيه كمان. الورق المكتوب عليه، ولو ورق مكتوب عليه اسم الجلاله يحرم تستنجى بيه، زي ورق الصحف، ياخد ورقه جريده ويكون من صفحه الوفيات. وفي علماء يقول لك كل اللغه العربيه محترمه بغض النظر عن ايه المكتوب فيها، لانها حروف محترمه. ربنا بيقول قرانا عربيا غير ذي عوج، فكل الحرف العربي محترم. كويس؟ فايه برضه يكره بالجريده، انك تاخد جريده مكتوب فيها او ورقه مكتوب فيها وتستعملها للاستنجاء. اذا كان مطلق حرف يبقى يكره، اذا كان اسم الجلاله او اسم محترم للانبياء يبقى يحرم. فعلشان كده هو يدور مع الاحكام الخمسه. ويستحب الاستنجاء، يستحب امتى الصوره؟ ما جبناش الصوره في الاستحباب. يستحب الاستنجاء إذا كان استعمل الأحجار ثم جاء عرق على المحل، فيستحب له الاستنجاء بالماء، لأن الحجارة تزيل العين ولا تزيل الأثر، فإذا جاء العرق عليها يكون متنجسا، وإن كان معفو عنه إلا أنه يستحب استعمال الماء. واضح؟ وتصح الحجارة مع وجود الماء. تصح طبعا مع وجود الماء، ما هيقول لك دلوقتي. لكن هو علشان طبعا بيختصر ما رضاش يوسع لك، فبيقول لك الاستنجاء واجب. خلاص حاضر، لان هو فعلا ده اصل حكمه. ايهما افضل؟ ها؟ هيجي الصبر جميل، كل حاجه هتيجي. نخلي الاسئله في الاخر لان ممكن الاسئله يجاب عليها في اثناء الدرس. فيقول: والاستنجاء وهو من نجوت الشيء أي قطعته فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه، واجب من خروج البول والغائط بالماء أو الحجر. بالماء أو الحجر، وما في معناه؟ إيه اللي معنى الحجر؟ حجر الاستنجاء قد يطلق على ورق الكلينكس، يسمى في الشارع حجر استنجاء وتبقى ورقة الكلينكس. لأن إيه هو الحجر الاستنجاء؟ هو كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم. يبقى لازم ثلاث أربع شروط كده، لازم شيء طاهر، فما ينفعش أن أنا أستنجي بشيء نجس. يبقى لازم يكون طاهر
ويكون جامد، ما يغيبش مثلا ايه شيء مائع، لان المائع يقابل الجامد. استنجي بشوية شاي، ما ينفعش، ما هو الشاي ده طاهر بس غير مطهر، واضح؟ وممكن ينظف، اي ينظف، لكنه مش استنجاء، لانه هنا ايه ليس جامدا، فلا بد ان يكون جامد. يبقى الشيء لابد ان يكون جامد يعني غير مائع، طاهر يعني غير نجس او متنجس، قالع للنجاسة يعني لابد ان هو يتشرب النجاسة يشيلها. فما ينفعش خزف، ما ينفعش زجاج، لان ده ينشر النجاسة، لا يزيل النجاسة. يبقى لابد ان يكون قالع للنجاسة وغير محترم، عشان نخرج الخبز ونخرج العظم اللي هو طعام للجن. او الحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع غير محترم. يبقى ما ينفعش استنجى مثلا بايه بقطعة ادمي، واحد صباعه اتقطع رماه جف، فاروح اخده كده استنجى بيه، ما ينفعش، لانه ده محترم، كويس، لان اجزاء الادمي محترمة، ولا بأظفار الآدمي لأنها محترمة، ولا بشعر الآدمي لأنه محترم، كل ده فلا بد أن يبقى غير محترم، يعني لا حرمة له. غير محترم يعني إيه؟ يعني لا حرمة له، إنما كل ما له حرمة يبقى اسمه محترم، وكل ما ليس له حرمة يبقى غير محترم. وجبنا برضو مثال الغير المحترم اللي هو إيه؟ اللي هو زي الخبز الجاف والعظم. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة لما أراد أن يستنجي، قال: ائتني بحجر ولا تأتني بعظم ولا روثة. حديث كده، بعظم ولا روثة. ولكن الأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار. يبقى هو ممكن يستنجي بالماء أو الأحجار، وممكن يجمع بينهما، فإن جمع بينهما يبدأ بالحجر حتى لا يباشر النجاسة بيده، يبقى يبدأ بالحجر فيزيل النجاسة الأول، ويكون طبعا بيده اليسرى، يستعمل في الاستنجاء اليد اليسرى، فالحجر يباشر النجاسة واليد تفضل إيه نظيفة، ثم بعد إزالة عين النجاسة بالأحجار يستعمل الماء. عشان كده تلاقي أنت في دورات المياه عند المسلمين تلاقي حاطط لك ورق كلينكس وفي برضه مية، عشان تقدر تستعمل الاثنين بحيث ما تلوثش يدك بالنجاسة مباشرة. فدي من الأدب. لكن لو اكتفى بالماء مباشرة مع وجود الحجر جاهز، لكن احنا بنتكلم إذا اجتمع الاثنين فالأفضل أن يجتمعان، وإذا اجتمعوا الأفضل أن يبدأ بالإيه؟ بالحجر ثم يثني بالماء. ولكن الأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء، والواجب إذا استعمل الحجر بقى ثلاث مساحات على الأقل، لكن المية يكفي ولو مرة واحدة طالما زالت عين النجاسة وأثرها. المية يكفي ولو مرة واحدة إذا زالت عين النجاسة وأثرها، لكن لو هنستعمل الأحجار لابد من ثلاث مساحات، لابد. أقل ما يجزئ في الأحجار ثلاث مساحات، ولو بحجر واحد ليه ثلاث أطراف تبقى ثلاث مساحات. طيب افرض في الثلاث مسحات دول لم ينقي المحل، عليه وجب الزيادة حتى يتم الإنقاء، فإن تم الإنقاء في شفع يسن الإيطار، واضح؟ يعني افرض تم الإنقاء في رابع مسحة يبقى يسن مسحة خمسة، لكن لو اكتفى بأربعة صحيح، لكن ما خدش ثواب السنة اللي هي الأفضل الإيطار. طب تم الإنقاء بستة يسن السابعة، وهكذا. تم الإنقاء من أول مسحة يجب الإيه؟ التثليث. يجب التثليث. والواجب ثلاث مساحات ولو بثلاثة أطراف، أطراف حجر واحد. ويجوز أن يقتصر المستنجي على الماء، واضح؟ سهل.
أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل إن حصل الإنقاء بها، وإلا زاد عليها حتى ينقى أي المحل، ويسن بعد ذلك الإيتار. عندك النسخة إيه؟ لا، هي الإيتار. في نسخة الإيتار ودي الأصح، فخلي التسليس كده حط عليها دايرة واكتب الإيتار، لأن نسخة التسليس دي فيها يعني خلل في المعنى، لأن في نسخة أخرى الإيتار فهي النسخة الصحيحة. الإيتار من الوتر، الإيتار جاي من الوتر، يعني يزيد على الثلاثة إن لم ينقل محل، فإن تنقل المحل بشفع يسن الإيتار. واضح؟ لأن الله وتر يحب الوتر. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما، طب افرض أنا عندي الاثنين وعايز اقتصر بواحدة، يبقى الماء أفضل، لأن الماء يزيل العين والأثر، لكن الأحجار يزيل العين ولا يزيل الأثر، ويبقى الأثر من المعفوات. كويس؟ طب ومتى يجب إذا وجد الاثنين استعمال الأحجار؟ إذا قل الماء، بحيث أني لو استعملته لا يكفيني للوضوء، يبقى في الحالة دي أستعمل بقى، يعني أنا عندي يدوب كوباية قد دي مثلا، بس هي دي اللي موجودة عشان أتوضى بيها، وعايز أدخل الحمام، لو استعملتها حضيعها، يبقى ما أعرفش أتوضى. أو ما استعمل هنا في الحالة دي، وجب في حقي استعمال الأحجار لقلة الماء حتى يكفي الماء، ثم بعد ذلك أتوضى مرة مرة وأعمل الفرائض، بس ما استهلكش الكوباية في المضمضة والاستنشاق، لازم أكون عندي برضو نظر. وعلشان كده الفقه في مثل هذه الأمور، معرفة الواجب من السنة، يفيدك عند قلة الماء عشان إمتى تبدي. وأحيانا يبقى الماء كتير واكتفي بالواجب بس لإدراك الوقت، إذا ضاق الوقت، لو أنا هتوضى مثلا وأعمل ثلاثة 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 وأنا فاضل لي يعني خمس دقايق ويؤذن الفرد اللي بعديه، وأنا ما صليتش لسه الظهر وهيؤذن للعصر خلاص، أو ما أنا أعمل الفرائض عشان أدرك ركعة قبل الأذان. واضح؟ أو أدرك تكبيرة الإحرام، لإدراك تكبيرة الإحرام لأن ليها فضيلة زائدة، فأتوضى مرة مرة أو مرتين مرتين لإدراك تكبيرة الإحرام، أو لإدراك الوقت، أو لقلة الماء. واضح؟ أو لوجود عذر، كأن يكون الماء القليل لا يضرك لكن كثرته تضر بأمر الطبيب، فيبقى في الحالة دي أعمل مرة مرة بقى وخلاص، ولا ألجأ للتيمم، لأن عندنا القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يزيل عين النجاسة وأثره. وزي قلنا إن لو أراد الاقتصار الماء أفضل، لكن متى يجب الأحجار؟ إذا قل الماء. وشرط إجزاء الاستنجاء بالحجر، في شروط، مش أي حاجة ينفع استعمل فيها الأحجار بقى. أولا الحجر لابد يبقى الخارج لسه طري عشان يلاقي حاجة يمسح، لكن لو جف، لما هيعدي كده ما هو جف خلاص. واضح؟ فلابد أن يبقى لسه في رطوبة في محل الخارج عشان استعمل الحجر أزيل هذه الرطوبة، لكن لو جفت الرطوبة وجب الماء. يبقى لازم أولا أنه إيه؟ أن ألا يجف الخارج النجس، والحاجة الثانية ألا ينتقل عن محل خروجه، يعني واحد بيتبول اتبول نقط بول نزلت على فخده، ما ينفعش بقى يستعمل حجار، الحجارة هيحطها على فخده على كمان محل الخارج، ما ينفعش، يبقى وجب الماء لأن انتقل إلى غير المحل. واضح؟ أو مثلا عنده إسهال ولا حاجة وخرج البراز مندفع بسبب إسهال، فبين الإليتين كلهم
ايه بقى متأثر بالبراز، يبقى في الحالة دي وجب الماء. ما ينفعش يروح يقول لي استعمل ورق كلينكس بقى، مش هينفع. خدت بالك؟ يبقى لازم هذه الشروط ياخد باله منها الايه الانسان. وفي الحالة دي عندما لا يصح الاستنجاء، لو قل الماء وجب استعماله في الاستنجاء ثم يتيمم. واخد بالك؟ في الحالة دي بقى واضح، لانه لا يتعذر البدل، تعذر البدل. يبقى من شروط اجزاء الاستنجاء بالحجر الا يجف الخارج النجس، ولا ينتقل عن محل خروجه، ولا يطرأ عليه نجس اخر اجنبي عنه. يعني خرجت النجاسة من المحل، والمحل ده كان عليه قشرة كده، بقايا جرح قديم، فراح زقال القشرة دي ابتدى يجيب نقطة دم، ده اختلط بنجاسة تانية، يبقى هنا وجب الماء. واخد بالك؟ يبقى اذا اختلط بنجاسة اخرى، او هي اصلا المحل كان فيه نجاسة من الاول وبعد كده خرج كمان البول او البراز، فبقى فيه نجاسة مع النجاسة الخارجة، اجتمعت نجاستين، يبقى في الحالة دي ايه يتعين الماء. وهنبتدي بعد كده نخش بقى ايه. طبعا المحل له شروط، يعني كمان زي ما قلنا في شروط في الحجر، وفي شروط عند جواز الاستنجاء، في شروط كمان في الايه في المحل نفسه، ان يكون المحل المعتاد، لازم يبقى هو المحل المعتاد. يعني ايه؟ يعني لو خرجت النجاسة من غير المحل المعتاد وجب الماء، زي الناس اللي بيعملوا لهم مثلا ايه تحويل براز من جهة البطن، فاصبح البراز يخرج من بطنه، ده مش محل معتاد، يبقى في الحالة دي يغسل النجاسة بالماء وبعد كده يتوضأ، فما ينفعش يستعمل فيها الأحجار. أو خرج الدم والدم نجس من أي جرح في الجسم، فما ينفعش يزيل الدم بالأحجار وبعدين يقوم يتوضأ. كويس؟ يبقى وجب الماء. خرج دم يعني مثلا في من جرح بسيط وسال كده ونشف على العضو، وجب الماء، ما ينفعش ان انا استعمل حتى ولو لم يجف، لانه ده مخرج غير معتاد. يبقى المحل يشترط فيه شرط واحد، ان يكون معتادا، المحل المعتاد، علشان ينفع ان انا استعمل الاستنجاء فيه. يبقى في شروط في الخارج، الا يجف والا يختلط بنجاسة اخرى، والا ينتقل الى موضع اخر، ده في شروط في الخارج. وفي شروط في المخرج، ان يكون معتادا، مش كده برضو؟ فناخد بالنا من مثل هذه الاشياء البسيطه، لكن هي البني ادم بيبقى ساعات فاهمها، لكن ايه المهم ما تقسمها كده في ذهنك، تعرف تنقل المعلومه لغيرك، لان انت ممكن تبقى فاهمها بس ما متقسمهاش كده، ما تعرفش تفهم غيرك، لان انت مطلوب منك في هذا الدين انك تفهم وتنفذ مع نفسك وتبلغ، علشان يحصل توريث للدين، ينتقل من جيل لجيل، مش ان انا افهم وخلاص واعمل وانا نفسي نفسي، لا، قوا انفسكم واهليكم نارا، فاقل البلاغ للاهل مثلا، اقل البلاغ، ان لم تجد احد تورثه فورث لاولادك، يكفي هذا. للاسف احنا بنشوف ناس خريجين جامعه وما يعرفش ان لما يخرج منه ماني يغتسل، ما يعرفش، مصيبة، لانه نشأ في بيئة كده مدارس اجنبية ومش عارف ايه، وتربى ازاي، والاتوبيس ياخده من الباب للبيت للمدرسة لحد ما اتخرج من الجامعة، ولا قعد في مسجد يعلمه، خطب الجمعة بعيد عن هذا المجال، ويعيش طول عمره مش فاهم ان هو اذا احتلم وجب عليه ان هو يقوم يغتسل. حاجات بسيطة، ليه؟ مع ان يمكن ابوه عارف، بس ما خدش في باله ان لازم يورث هذه المعلومه لابنه، ويعرفه في سن البلوغ انه لو وجد اثر مني في ثوبه وجب عليه الغسل، وتعلم المراه بنتها لما تحيض انها يجب عليها ان تغتسل بعدما تطهر من الحيض. حاجات بسيطه لكنها لابد تعلمها للناس. ويجتنب وجوبا، دي اداب اقاضي الحاجه. يبقى احنا خلصنا في قضاء الحاجه، هنخش في اداب هيئة قضاء الحاجة.
ويجب أي فضل لا يعني هو عايز يجفف بعد كده بعد ما يستعمل ميه يجفف بالورق كلينكس تاني مفيش مشكله، بس التجفيف ده مش مساله شرعيه، دي على الاباحه بقى، يعني لو لم يجفف خلاص، لكن لو جفف من باب العلاج او انه هو مش عايز يبل هدومه دي من باب بقى ايه زي ما تقول يعني النظافه بتاعته الشخصيه، لكن الشرع ما حتمهاش، لم يحتمها الشرع. لا، اليد اليمنى تجعلها في طعامك وشرابك وكل شيء. لا، اي آلة، اي آلة، بس الآلة دي هتتحرك كده اوتوماتيك ولا هتحركها بيد؟ بيد، يبقى حركها باليسر، باليسر، يعني مش شرط هي اليد هي اللي تباشر. افرض انت عملت مثلا آلة زي فرشة سنان ناعمة كده وتنضف بيها، يا بتمسكها بايدك اليسرى. لا لا، حاول تتاكد ان مش باندفاع الماء فقط تم التنظيف، لان احيانا يكون اندفاع الماء فقط ليتم التنظيف، هتستعمل ميه تكفي غسل بني ادم والاسراف مش مطلوب، فهنقع في الاسراف. لكن لما بتمسح مره واتنين بورقه كلينكس باقل ماء بعد كده تلاقي نفسك نظفت بلا اسراف. فالإسراف عموما في استعمال الماء عادة سيئة للأسف، وهي منتشرة في المصريين بالذات، الكثرة استعمال الماء دي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري صلى الله عليه وسلم، لأن دي أخلاق بتتربى في الإنسان بعد كده. ويجتنب وجوبا قاضي الحاجة، يعني عند التبول والتغوط وجب عليك، وجب، شوف وجوبا هنا، تجنب استقبال القبلة الآن. استقبال القبلة الآن يقصد الكعبة، لأن كان القبلة في قبلتين، بيت المقدس ده كانت القبلة الأولى، بعد كده بيت الكعبة. يبقى استقبال القبلة اللي هي الكعبة حال التبول والتغوط في الصحراء، يعني كل دي قيود، حرام حرام. طب واستقبال بيت المقدس مكروه، واضح؟ عشان كده قال ايه هنا وجوبا، يعني يحرم، يعني لو ما عملش كده يبقى يحرم، واضح؟ طب وبيت المقدس تبقى مكروهة، بس الاستقبال دون الاستدبار كمان الراجح المعتمد، الراجح والمعتمد. انت عرفه، شوف انت موقعك الجغرافي فين وتعرف اذا كنت في صحراء، انما في البناء ما فيش كراهه، في البناء خلاص احنا بنقول في الصحراء. كل ده الحكم ده متعلق انك انت هتقضي حاجتك في صحراء، يعني ما فيش حاجز، كويس، ما فيش جدار. يبقى في الحاله دي تتجنب وجوبا استقبال الكعبه او استدبارها وجوبا، وكذا تتجنب استقبال بيت المقدس استحبابا، اما استدبار بيت المقدس فمباح، واضح؟ عرض معتمد، لان في قول تاني انه يستحب عدم استقبال واستدبار بيت المقدس، لكن المعتمد الاستقبال هو اللي مكروه والاستدبار مباح، ده المعتمد بعد ذلك في الفتوى في الشافعيه، مذهب الشافعيه. عشان كده بيقول واجتنب وجوبا قاضي الحاجة استقبال القبلة الآن وهي الكعبة واستدبارها في الصحراء، يعني في المكان ايه الخلاء، يعني كان الاول يقول الخلاء لانه ممكن يبقى خلاء غير صحراء، لكن معلش ان لم يكن بينه وبين القبلة ساتر. طب افرض هو هيستقبلها يوم يعمل ساتر بقى، يعمل ساتر يستره كأنه جدار كده، مش شرط يبقى يغطيه كله، لكن على الأقل يغطيه وهو جالس، واخد بالك؟ طب يعني لو القبلة كده ماشي،
الحمام نفسه هنا كده. ما هو ده مبني 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 يا سيدي، ما هو ده في البناء، احنا بنتكلم في الصحراء، هنيجي في البناء. يعني الحيطه دي سد ايوه خلاص خلاص، ما احنا في البناء ما فيش مشكله. الصحابه لما دخلوا الشام فتحوا الشام وجدوا هناك كنف، يعني بنيين دورات مياه بيسموها كنف، كنيف، واخد بالك؟ فلما لقوها وجدوها انها في اتجاه القبله، فكانوا يقضوا حاجاتهم، وبعضهم كان ينحرف قليلا من باب يعني الورع وليس من باب الفقه، من باب الورع وليس من باب الفقه. لكن الفقه ان طالما الجدار قريب يبقى ايه، لكن افرض ان عاملين الحمام ده حمام واسع قوي زي الجامع كده، كل ده كل ده حيز حمام وهتدخل فيه، يبقى هنا برضو يحرم استقبال، لان ما بقاش في ساتر، واخد بالك؟ لان حد الساتر يبقى ثلاثة اذرع، على بعد ثلاثة اذرع. كم الذراع؟ 40 سنتي، 40 سنتي، قول 50 سنتي، يبقى متر ونص، يعني بحيث الساعة اللي قدامك تبقى متر ونص، وبعدين جدار مبني. المهندسين يراعوا الحكاية دي وهو بيعمل الديزاين، يعني التصميم، المنشأة، المنشأة، يشوف اتجاهات القبلة ايه ويعمل في الديزاين ويتراعى. الحمد لله يبقى كويس، يبقى جميل، يبقى دي آداب إسلامية، عمارة إسلامية جميلة، واخد بالك؟ تبقى حلو. لكن لو ما راعهاش احنا قلنا ان طالما في البناء مفيش اشكال، واضح؟ فبيقول هنا ان لم يكن بينه وبين القبلة ساتر، او كان الساتر موجود ولم يبلغ ثلثي ذراع. ثلثي ذراع يعني حاجة بتاعت ايه، يعني 30 سنتي كده، لان 30 سنتي على قدر ما هيستر فرج الانسان وهو جالس، مش كده برضو؟ لكن ممكن يبين رأس، مش مشكلة. او بلغهما، طب افرض بلغ الارتفاع كده لكن بعد عنه، وبعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع بذراع الادمي. هو كانوا زمان يقول لك الذراع عبارة عن 24 اصبع مستعرضة، يعني اما تحط صوابعك كده جنب بعضها 24 صباع يبقى ده الذراع، والصباع 12 شعيرة، تجيب بتاع الشعير، تجيب من عنده 12 شعيرة تحطهم جنب بعض يبقى ده عرض الصباع، كويس؟ تشوف ال 12 شعيرة دي طولها قد ايه بالمسطرة واضربها في 24 يطلع لك الذراع، سهلة؟ عشان لو انت عايز تعرف يعني الذراع. في ناس حسبوها قالوا 42 سنتي، وناس قالوا 43، وناس قالوا 40، يعني تتفاوت. بالعرض مستعرضة مستعرضة. ها؟ هات الشعير هتلاقيها كده 12 شعيرة، الصباع المعتاد كده، صباع أنا كده، الشعير ده رفيع قوي، روح لبتاع الشعير، ها؟ شفت أنت هذا الشعير؟ طيب، بتعترض على حاجة وأنت ما شفتهاش؟ ما كانش لسه فيه طبعًا المساطر والحاجات دي، فابتدوا كانوا إيه يقيسوا بالمسائل دي. فبيقول ولم يبلغ أو بلغهما وبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع بذراع الآدمي كما قال بعضهم، والبنيان في هذا كالصحراء بالشرط المذكور برضه، يبقى لازم يبقى قريب منه ثلاثة أذرع وارتفاعه يبقى على الأقل ثلثي ذراع، إلا البناء المعد لقضاء الحاجة فلا حرمة فيه مطلقا، لأن أنت داخل بقى حمام مبني، يبقى في الحالة دي خلاص بقى لا حرمة فيه مطلقا. يا حد الساتر ده في الصحراء؟ ايوه. وخرج بقولنا الآن، اللي هو بيقول استقبال القبلة الآن، وخرج بقولنا الآن ما كان قبلة أولا كبيت المقدس فاستقباله واستدباره مكروه. هيجيب لك بعد كده في الاخر هيبين لك ان الاستقبال بس هو المكروه، لكن الاستدبار مباح.
في تفصيل المذهب يعني، ويجتنب أدبا قاضي الحاجة البول والغائط في الماء الراكد. يبقى من باب الأداب قاضي الحاجة لا يبول في الماء الراكد. لا يبول ايه حكمها يعني؟ اذا كان الماء الراكد قليل يحرم لانه هيضيع ماليته، ان كان الماء الراكد فوق كلتين يكره كراهة شديدة. واضح؟ فوق، لو كان فوق كلتين، قلتين، لان القلتين حوالي 200 لتر 196 لتر بالتحديد. على اساس يتحملوا يعني، فما تضيعش ماليتهم، لكن مستقذر فيبقى مكروه كراهة شديدة. ولو كان الماء جاري مكروه تنزيها ولو كان جاريا. ولو الناس راعت هذا الاداب، هذه الاداب يعني، يمكن يكون ما بقاش يبقى فيه بالهرسيا في مصر، لان البلهرسيا دورة حياتها بتستمر عن طريق بول المريض او تغوط المريض في الماء، يقوم ايه ينزل البيضة تروح للقوقع يكمل الدورة. فلو قطعناها بالحتة دي كان زماننا خلصنا من البلهرسيا من زمان، والحكومة بتقول لك ادي ظهرك للترع، واخد بالك يعني، لا تبول في الترع. لكن للأسف المصانع بتصب في الترع، التصرف الصحي بتاعها، والترانشات يملوا العربية الترانشات ويودوها يرموها في الماء. يعني المصريين للأسف لوثوا مياههم بطريقة عجيبة، شعب عجيب الشكل. فمش عارف هل بقى صلاح مصر ان احنا نهجر المصريين ونجيب جنسيات اخرى عشان البلد تعمر، ولا ايه بالظبط؟ لان المشكلة مش في الحكومة قد ما المشكلة في المواطن الذي يتحرى مخالفة الحكومة حتى في النافع. لان الحكومة المفروض لما بتدي لوائح غالبا بتكون نافعة للمجموع، اللوائح كده، لكن كل الناس تتحرى التلاعب على اللوائح ويظن ان هذا من الدين. يقول ويجتنب ادبا قاضي الحاجة البول والغائط في الماء الراكد. اما الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير، لكن الاولى اجتنابه، وبحث النووي تحريمه في القليل جاريا او راكدا. وحد القليل هنا اللي هو ايه؟ اقل من قلتين. ادب الايه؟ ها؟ من اداب الاسلام يعني. ادب معناها استحبابا او لا، ما هو ادبا هنا يدخل بقى، هل الادب يصل لدرجه الوجوب احيانا ولا؟ علشان كده يفصل لك بقى، يقول لك لو كان قليل يبقى ايه الادب هنا واجب، ولو كان كثير يبقى يعني مستحب ويتجنبه. احنا بنقول من الناحيه الصحيه الان، من الناحيه الصحيه، لان احنا عندنا من ضمن ادلة المذهب العادة محكمة، العادة محك او ايه، او اللي هو المعروف عرفا، اللي هو العرف، تحكيم العرف. فالعرف الطبي الان بيقول لك ان التبول والتغوط في الماء بيؤدي الى امراض كثير، والشرع جاء لازالة الضرر ورفع الضرر، فيصبح هنا واجب شرعي من جهة الطب، واخد بالك؟ برضه ممكن تستنبط الوجوب بس من جهة الطب. واضح؟ ويجتنب ايضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة. كل دي ما زلنا في الوجه ايه؟ في اداب قاضي الحاجة. ما يجيش تحت شجرة مثمرة وقت الثمرة كمان ويتبول ويتغوط. خصوصا وقت الثمرة، لان الثمر ساعات يقع، فيقع يتنجس، تضيع مالية الثمر، فيبقى حرام. والشجرة ظل بيجلس فيها الناس، فما تجيش في الظل تروح ايه تتبول وتتغوط. الملاعن دي من ضمن الملاعن اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، لان الانسان ايه كده يلعن. اول ما الناس تيجي تدور على الظل وتروح وتلاقي براز يقول الله يلعنه اللي عمل كده، مش ده اللي بيحصل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نتقي الملاعن. ويجتنب ايضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة. يقاس للشجرة المثمرة بقى الرصيف. الوقت في زمان الرصيف ده ممر الناس،
مش كده برضو الناس ماشيه على الرصيف، يطلع الرصيف يقضي حاجه كده حرام، او اي مكان معد لجلوس الناس زي مثلا محطات المترو، محطات بتاع عاملين ترابيزات كده والكراسي خشب في بعض الايه اماكن على الكورنيش، الناس تقعد يوم هو يجي يبول او يتغوط في مثل هذه الايه الاماكن، يبقى كده حرام. ويجتنب ايضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة وقت الثمرة وغيره، ويجتنب ما ذكر في الطريق المسلوك للناس برضو، لان ده من ضمن الملاعب، الطريق اللي الناس ماشية فيه وبعدين يلاقوا فيه نجاسة هيلعنوا برضو ايه من فعل ذلك. وفي موضع الظل صيفا وفي موضع الشمس شتاء، الناس في الشتاء بتدور على المكان المشمس وفي الصيف بتدور على المكان الظليل، يبقى لا ده تتبول فيه او تتغوط فيه ولا ده، كل ده مراعاة للمصلحة العامة، لان المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، مش كده برضو؟ دي قواعد لازم الواحد يعني لو كان في لائحة من لوائح الحكومة تفيد المجتمع ككل لكن هتضرك انت في خاصة نفسك، يبقى واجب عليك ان تلتزم بها لتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. واضح؟ زي البروز مثلا في الفراغ في الطريق، عايز انت تعمل بروز هتستفيد انت بيه لكن هتضيق الطريق على الناس، فتلاقي مصلحتك هتؤثر على المصلحة العامة، يبقى ساعتها لا تبرز على الطريق. كده غصب عني مثلا انا بعمل في الطريق عشان مش لاقي مثلا حمامات مثلا في الشوارع مثلا، يبقى كده غصب عني؟ لا، ما ينقيش بقى، ينقي الحتت الغير مسلوكة. لو هو مثلا واحد مزنوق وبعذر وهيعمل ايه بقى؟ يوم ينقي بقى طريق حتة غير مسلوكة، ينقي مثلا خرابة، ينقي أي حتة كده مسلوكة. وبعدين واجب على الحكومات انها توفر للناس اماكن علشان يعينهم على تنفيذ اوامر دينهم، ده دي واجبات الحاكم. فان قصر الحاكم انت تتجنب بقى مثل هذه الاماكن وتتخير الاماكن غير المسلوك، يعني تشوف حتة كده زنقة كده غير مسلوك واعمل فيه ادم مضطر يعني. ويجتنب ما ذكر في الطريق المسلوك للناس، يعني معناه لو كان في صحراء وطريق غير مسلوك مهجور ممكن يعمل فيه، لو في صحراء وطريق غير مسلوك. والثقب، وكمان ما يتبولش في الثقب، ينقي ثقب كده خرم ويتبول فيه، لانه قد يكون في حية تخرج تلدعه او عقربة او حشر، وقد يكون مواضع بيوت الجن فيؤذيهم، يقوم الجن يتأذى منه يدعو عليه، ما هو الجن دول مش مخلوقات تدعي على الإنسان واتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنهم مؤمن، واخد بالك؟ فالإنسان يتجنب أيضا مثل هذه الأشياء. أو في الشق اللي موجود في الجبل، لأنه ممكن يكون موضع حيوان ضعيف محترم قاعد فيه، كل الحاجات دي آداب الإنسان المسلم يحتاط عشان يكون إيه يعني سلامة ورحمة للأكوان. المسلم ده لازم يبقى رحمة للأكوان، مش للإنسان بس، ده للحيوان وللإنسان وللجماد ولكل البشر، لأن النبي رحمة للعالمين، أمته لازم تبقى رحمة للعالمين زي ما جاء، هو اللي علمنا كده صلى الله عليه وسلم. وفي الثقب في الأرض وهو النازل المستدير، ولفظ الثقب ساقط في الثقب، ولفظ الثقب ساقط في بعض نسخ المتن. ولا يتكلم أدبا، من ضمن الأدب برضه أنه لا يتكلم وهو بيقضي حاجته لغير ضرورة قاضي الحاجة، يتكلم بس لضرورة قاضي الحاجة، واحد بيستأذن عليه يقوم يقول إحم، ما سمعش إحم، يقول أيوة أي حاجة بقدر الضرورة يعني. ولا يتكلم أدبا أثناء قضاء الحاجة، ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قاضي الحاجة على البول والغائط. وانت الوقت تخش مدة المسجد تلاقي العيال يخشوا قاعدين كل واحد في كابينه وقاعد يكلم زميله، تسمع دي في المياضة المساجد وفي المدارس وفي النوادي، واخد بالك؟ لأن ما تعلموش، ما هو الكبار دول كعيال برضه ما تعلموش، ما تعلمش يعني وهو عيل فكبر على كده،
فلازم نعلم الأطفال عشان لما يكبروا يكبروا على الأدب الإسلامي المحترم. إن أولا إن الإنسان ما يصحش يتكلم ويعمل ضوضاء وعورته ظاهرة من باب الأدب مع الله، لدرجة كمان يقول لك يدخل متقنعا يعني مغطي رأسه من باب الأدب يعني والحياة. يعني في أدب أخرى كان يقول لك يدخل متقنعا. أنا كنت أشوف زمان جدي كنت لسه صغير كده، ما كان يجي يدخل يروح حاطط حاجه على دماغه، كنت شعره اتاري هو ازهري وفاهم، وبعد كده احنا فهمناه اما كبرنا، بس كان مات بقى، لكن كنا احنا اطفال نشوفه كده اول ما يجي يدخل يروح حاطط الفوطه على دماغه، واخد بالك؟ مع ان ما فيش ضروره يحطها على دماغه، بس كان دي ادب متعلمه ايه من قراءه كتب الفقه القديمه، لان الناس الازهريه زمان كانوا بيدرسوا في الكتب الكبيره، الحاجات دي مش مكتوب في المختصرات، تجدها في الحواشي الكبير. كل دي اداب يعني. لا والصعيدة كمان بيعملوا بالجلابيه، والصعيدي اللي بيعملها مش شرط الصعيدي، البحراوي والصعيدي وكله. الصعيدة هم اللي بيعملوا كده. ولا يتكلم ادبا لغير ضروره قاضي الحاجه على البول والغائط، فان دعت ضروره الى الكلام كمن راى حيه تقصد انسانا لم يكره الكلام حينئذ. ده بيبقى ماسك المحمول وقاعد يرد والبول شغال. انا بشوفها يعني في لما اخش ميضة المسجد، يعني بتشوف حاجات غريبة، تصرفات تدل على ان الناس ما عندهاش اي اداب اسلامية خالص للأسف. يعني السجاير حرام اصلا في الحمام وخارج الحمام، فان كانت حرام وعورة فيعملها في الحمام احسن ما يعملها قدام الناس. بيقول لك اذا بوليتو مستتروا، والتدخين بلوى مش كده برضو؟ فان كانت بلوى واحنا متفقين انها بلوى من بلاوي الزمن، يبقى يعملها مستترا حتى لا يستنشق دخانه الانسان اللي هو التدخين السلبي. فاللي بيدخن ده في الحمام وما بيدخنش بره اخف حالا واخف قبحا من المدخن في الملأ، مش كده برضو؟ لكن ربنا ينجينا على اي حال ويعلمنا. ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قاضي الحاجة على البول والغائط، فإن دعت ضرورة إلى الكلام. أمثلة بقى للضرورة الكلام. شايف حية هتقرص واحد، واحد أعمى هيمشي وقدامه حفرة، حاجة بقى ضرورة يتكلم، معلش بقى مش يسيب الراجل يقع ويقول أصل أنا كنت بقضي الحاجة والشيخ قال ما تتكلمش. يبقى الواحد ياخد باله. طب لو ألقى عليك السلام ترد في نفسك، ترد في ايه؟ في نفسك. اللي بيخش الحمامات يقول السلام عليكم وانت في الوضوء مش اشكال، وانت بتتوضا، ولكن انت بتكلم وانت في الحمام، واخد بالك؟ يقول يا فلان، يقول له ايوه، قول له السلام عليكم، ما يردش بقى، ما كفايه قلت ايوه. فما ياخد باله من مثل هذه الاشياء. بيزعل قوي، يزعله قوي. لا ما هو يعلمه بعد كده، اي اول مره هيزعل بعد كده يقول له ان ايه كده ما يصحش. هو كان زمان الجيل بتاع ابائنا عارفين الاداب دي على فكره، كانت تلاقيها مشهوره فيه، انما للاسف الاجيال اللي طلعت دلوقتي احنا اللي قصرنا ما علمناهمش، فلازم نعلمهم. التقصير منا والله. وخطباء الجمعه برضو ولو خمس دقائق في خطبه الجمعه في الاخر يتكلم على ادب من الاداب دي، ولو خمس دقائق مش هتستغرق في الخطبة حاجة. يقول يا جماعة كل خطبة هنقول أدب من أداب مثلا إيه المسلمين، يبتدي أداب الاستنجاء وبعدين أداب الطهارة وبعدين أداب الوضوء وأداب في كل خطبة جمعة كده، يقول أدب من الأداب. هتفاجأ إن في ناس قاعدة وخريجين جامعة أول مرة يسمع هذا الأدب، وأنت بالنسبة لك بديهي، لكن أنت هتفاجأ إن في ناس ما تعرفش هذا الأدب اللي أنت في النسبة ليك بديهي، لأن أنت ربنا كرمك نشأت في مدينة وفيها الازهر وفيها علماء واحتكيت بالناس، لكن في ناس تانيين يمكن ما راحش الحته وما بيدخلش الجامع ليوم الجمعه بس، وطريقه دراسته وحياته بعيده عن علوم الدين، فبالنسبه له الحاجات دي بيفرح بيها قوي لما يسمعها منك، بيفرح بيها. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، اي يكره له ذلك حال قضاء حاجته. لكن النووي في الروضة وشرح المهذب قال إن استدبارهما ليس بمكروه.
وقال في شرح الوسيط: إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء، إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء فيكون مباحا، وده الراجح، إلا أن تكون اتجاه الشمس في اتجاه القبلة، واخد بالك؟ يبقى ساعات هي مش عشان الشمس، عشان القبلة، واخد بالك؟ وهكذا. وقال في التحقيق: إن كراهة استقبالهما لا أصل له، ودي حقيقة فعلا. وقول ولا يستقبل إلى آخره ساقط في بعض نسخ المتن. ويبدو أن هي كانت مكتوبة استقبال الشمس والقمر في بعض البلاد اللي بيها جهة الشمس وجهة القمر جهة القبلة، فبيبقى في بعض المؤلفات خاصة بقطر معين، فافتكروا أنها عامة في كل قطر، لكن هي ما بتبقاش كده. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على نواقض الوضوء. أيوة، لا، الشمس أصلها بتعمل كده، عاملة زي المنقلة. لا، مش الشعاع يا عم، قرص الشمس ما هو داير كده من أول ما يشرق لحد ما يختفي، مش كده برضو؟ وقبل ما يغرب مش بيبقى في اتجاه، بتبقى شايفه قدامك كده، هو هيغرب هو هيشرق. طيب، نفس الحكاية، لكن هو في الزوال بس، هو ايه، وقت الزوال وقت الظهر هو اللي بيبقى في منتصف كبد السماء، لكن بعد كده وكل هي انت عندك بيمشي في كل 3 دقائق درجة، في كل 3 دقائق درجة، مش كده برضو؟ الحاد ما يصل لمسكبد السماء، وبعدين ادي 90 درجة كده، وبعدين 90 درجة تانية عشان يغرب. اذا ما احنا قلنا ان ما فيهاش اشكال، احنا قلنا لا، دي لا اصل لها، لا، الا ان تكون هي جهة القبلة، خدت بالك؟ بس ايوة ايوة ايه، اتفضل. قيمة العرش، قيمة العرش، يلا اتفضل. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.